رونالدو يقرب كرة جول كرة جول كارفاخال رونالدو جول 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 متعود دائما ضربه مدريد ضربه كريستيانو. ذا اللون الأبيض وذا الرداء الأبيض يبقى صاحب الأرقام القياسية السادة. الأرقام تتكلم عن مدريد 47 موسم في المسابقة، منها 21 في دور الأبطال، 35 مرة في ربع النهاية، 28 مرة في نصف النهائي، 15 مرة فينال، 11 كوب و11 كاس، 244 انتصار، أكثر من 900 هدف. هكذا التاريخ يحكى، هكذا التاريخ يروى، هكذا التاريخ يكتب ويدون ويلون بالثوب الأبيض. مدريد على رأس شعاره تاج، تاج الملوك. وبالفعل كان المرينجي عبر العهود وعبر التواريخ ملك للكرة الأوروبية. في المقابل هو نادي أسطوري. في الحديث عن اليوفي يجرك الكلام إلى نطق 1897، الحكاية قديمة. لعب سبعة فاينلز والثنائي باولو مالديني وخينتو ديال ريال مدريد. ألفيش مع الكتالوني البارتا، ثم مانزو مع البافاري بايرن ميونخ البريغاد روج، والثالث هو سامي خضيرة مع ريال مدريد في لشبون عام 2014. مباراة التكتيك مواجهة مانزوكيتش، اليوفي أقوى دفاع يختار سلاح الهجوم والرصيد الأولى. طريق مانزوكيتش يتقدم مانزو واحدة صاروخ مانزوكيتش. اليوفي يباغتني مرتين ضد البارسا، يرجع بالراس، ترجع كرة بالدفاع خطيرة، هي جول. مش ممكن كيلور، مش ممكن نباس، مش ممكن نباس، مش ممكن أحلى باس. الريال يعاني ويخوف ناسه واليوفي يسيطر يتسلطن. هكذا شكرا أوروبا تتكلم. رونالدو يمشي، كريستيانو جاء، والكرة تمشي أوت للحارس جيجي بوفون. خلال المباراة بيديه ترجع الكرة في الساقين، يفتك كرة خطيرة جدا، يلعب توني كروس، توني كروس والألماني يرجع على خطة وليفاول لمواطنه ويعطي أول انذار في الفينال. وفورستيل اليوفي يدخل في مباراة خطيرة. بنزيما يلعب كرة والحكم يزفر. خطأ على كريم في الشهر الفضيل، لأنه في 2008 سجل جول مع مانشستر في مرمى تشيلسي في ستاد لينين في موسكو. و 2014 إسبو، ميليتو، ريدل، بيبو إنزاغي، دانييلي ماتسارو، هذول الكل عندهم زوز أهداف في نهائيات الشامبيونز ليج. سجلهم اليوفي رغم أنه لعب 8 نهائيات. في المقابل على 165 هدف تسجلت في نهائيات البطولة من 56 عن طريق ميرالين بيانيتش. التوزيعة وكرة بعيدة سهلة لدفاع ريال مدريد. مودريتش برشا ارقام، برشا اسماء، برشا البوم وتصاور وصور نتذكروهم، برشا فوتو فينش في النهايات. والكرة تمشي في بدايات الريال خطير. رونالدو يقرب، كرة جول، كرة جول، كارفاخال، رونالدو جول 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 جول. متعود دائما ضربه مدريد، ضربه كريستيانو رونالدو. انا بقول في البدايات ان رونالدو واخد برشا عن جيجي بوفون. هذا الدون صاروخ ماديرا، جولاتو ديل ميرينجي، زيزوس حطت لها. رونالدو في نهايه الكبرى يسجل ويا كاتب التاريخ، واصل كتابه التاريخ. كريستيانو رونالدو اول لاعب يسجل في ثلاث نهائيات مختلفه في تاريخ الشامبيونز من 93. شوف الكره كيف دارت، وشوف الروس كيف داخت ودارت. اليوفي داخ، الريال يدوخ، رونالدو يضرب ويفرح، والنتيجه كلين شيت. لكن اليوم لعبة أخرى، كرة أخرى، يرجع اليوم بيانيتش والدفاع. مباراة حلال بالملايين. على ذكر الملايين نرجع للأمور البنكية، 80 مليون يورو البطل، ما زالت ريالية. تعادل مانزوكيتش، يا سوبر يا ماريو، سمعني صوتك، سمعني صوتك، وريني ساقك، ما أحلى ساقك. كرة تسوق وتنساك، السيد العجوز بشبانها ورجالها لا تعرف معنى الاستسلام. كرينتوس
نفسه. هذا مانزوكيتش، هذا مانزوكيتش يا سادة يدخل بهذا الهدف أيضا للتاريخ. مباراة تاريخية، مباراة تاريخية يا سادة. سأبحث عن أوراقي، سأفتش في ذكرياتي، ولكن كرة الأروع استر وساق، كرة تنساق، جيبها من الشبكة. لا يبدع الأرجنتيني برازيل، والكرة عن طريق ابن الأرجنتين. خطأ وفاول، كرة يستفيد من ثلاثة لعبوا الكلاسيكو الطلياني وخسروا بركلات الحظ. ترجع رونالدو يحاول على طريقة الكبار دور الحصان الأسود أمام برشلونة وخسروا طبيعي. ترجع الكرة في مباراة غير طبيعية، يقولوا أشقانا مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي. راموس ياخذ ورقة صفراء، يضرب على ولد الجنية. ترجع كرة أرجنتينية، يلعب اليوبي قمة الكرة الإيطالية وخطأ. فاول يا ديبالا، حطاله يا باولو جيبالو، كرة لفريق اليوبي. أمير أوليمبيونيتش يلعب الكرة، ديبالا يمشي، ديبالا ما يعديش، يطلب خطأ ولمسة يد الألماني فيليكس قال لعب. راموس، راموس كرة بالرأس، كرة ترجع لفريق الريال مدريد أو لليوبي. كرة الميرا لامبيونيتش، كرة الميرا ساندرو هرب، ساندرو قرب، ساندرو جاء كارباخال، وكرة لليوبي ركنية. الركن التاريخي أعطاهم الكاس هو السوبر على ليفربول يوم الثلج في 85 الراسية، وين مشات راموس وكيليني. مالا ما انساها، ترجع الكرة وما تنساش وما ينساش العالم هدفك يا مانزوكيتش. ولكن هل يكون فاصل وحاسم أم أن اللقب سيذهب لمدريد وستكتفي بمحاولة الشرف؟ اسكوديتو حصلناه، الكوبا ديتاليا فرحنا بها، والشامبيونز هي الأصعب فهل نروضها؟ إيسكو يدخل، إيسكو يقرب، كازيميرو مش يضرب، كازيميرو شاط كورة، كورة ما تقلقش أوت برا، ضربة مرمى لجيجي بوفون في ماتشو في دوري. يشفع بجديد، اللقاء سيبقى مع قديمه، هدف كريستيانو رونالدو، 1-0 مدريد، والتعادل ولا أروع، اليوفي عمل مليح في تعادل سريع وكمباك سريع عن طريق الأكروبات مانزوكيتش. أسماء العجوز بهدف ولا أروع، هدف فينومينال للرائع مانزوكيتش. النفاثة للريال مدريد، تمشي كرة ملعوبة، إيسكو خطيرة، إيسكو لماذا لم يطلع الكرة بوفون؟ بوفون بقى يستنى، كانت كرة خطيرة لولا تألق بارسالي أمامك فيدريكو بارسالي. يمشي توني كروس، الريال مدريد عنده كرة براس راموس، ركبالك منه وخطايا يستفيد منه اليوبي. كرة ترجع لبروتش أمامك في الصورة، راموس، فاران، رونالدو اختار برشا الكرات الثانيه فيها لمسه، وممكن مستحق الانذار على مارسيلو. يعطي الحكم الاولويه الالماني كل لعب، ديبالا يلعب يتلاعب يرقص يتراقص بدفاعات المدريد. تمشي كره مره اخرى لفريق اليوفي، مش ممكن عادي اذا ما يربحش اليوفي بهذه الروح وبهذه الرغبه وبهذا الاداء وبهذه الفرص. يهرب مودريتش، يقرب مودريتش، مودريتش بين ثلاثه، هنا المسانده في خطا بوداليتس، ساندرو خطأ، فاول. بنزيما، بنزيما، كارباخال، كارباخال، مودريتش جابها في ديه، صد الحارس جيجي بوفون. بارسالي، إيسكو عدى، إيسكو وسط خطيرة، برافو التغطية، لكن مازال مارسيلو، 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 شاف كورة أوت. ريال شكل ثاني، الريال المتعود بضغط النهائيات، ناريو نفس الصيغة، يمشي بنفس الطبعة لنفس الصبغة، يلعب الكرة مارسيلو حطاله، الله الله يا رونالدو يا قاهرهم، القاهر يقهر، وبوفون اللي قهر آلاف المهاجمين في مشواره يقهر. العشرة ليست من خينتو إلى راول إلى خوانيتو إلى كرة خطيرة، يمشي إيسكو، كم كانت قريبة، كم كانت قريبة. باولو ديبالا مس 37 كرة، شاد كرة، مازال ما صنعش. بنزيما اللي جاي، كريم بنزيما، بنزيما حاط الكرة خطيرة، الريال يضغط وكازيميرو جول 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 جول. ريتي 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 ريتي، بيت 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 بيت، دور 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 دور، هذا بولتو يا كازيميرو، شم في هدف والهدف جاي، الله حي الثاني جاي، 2-1 المدريد عن طريق
كازيميرو، أمانة يا وحش اليوم مع ونتومش، أمانة يا كبير اليوم مش ونتومش. اليوم بوفون خارج نطاق الخدمة، هذه تصد ولا تصد؟ بالنسبة لبوفون من 500 متر لازم يشدها يا حبيبي، كورة ممتازة، كورة نارية. ملك في الأسود والأبيض يا مدريد، هكذا يجاوبهم الريال في 98 راهو بالألوان، في 2000 راهو بالألوان، في 2002 راهو بالألوان، في 14 راهو بالاتش دي، في 16 بالاتش دي، والثالث من كريستيانو رونالدو في الكاتر كي، الكي والري، الري رونالدو، الكرة الثالثة ونهوها، خطبوها، فجروا البوفون واليوفي، دوبليتا دي كريستيانو رونالدو. مدريد واللي لعيد خمسة والخميس عليكم الليلة رونالدو يساهيكم، خمسة والخميس عليكم كريستيانو الليلة يساهيكم. ايش باش تشد يا بوفون، تمشي له يمين يجيك يسار، تتحرك يسار يتكلم من اليمين، الله يا رونالدو يا البرتغيز. واحدة واثنين مودريتش والخدعة والخداع والمباغتة، والثالث ورونالدو رسميا هداف الشامبيونز ليج بدوبلت الفينال. رونالدو من ماتش بايرن تحول يا رجال، الترميناتور التورنادو صاروخ ماديرا. 2003 وخسر فينال 2015، والليلة تقريب خسر نهائي 2017. مش ممكن رونالدو، وما أحلى كريستيانو، كما أنت كبير يا ابن البرتغال، كما أنت كبير يا ابن البرتغال. 3-1 يدخل ماركيزيو، طريق ريال مدريد، يلعب كريستيانو، كريستيانو كريستيانو كريستيانو. أي نهاية موسم، أي اتفاقية تمت مع زيدان وأقنعه أنه لا يلعب ولا يلاعب إيبار. غير شكل الفينال بتسديدة بنزيما، بنزيما الرابع، الرابع بنزيما والرابع، مارسيلو، مارسيلو والرابع، رونالدو هاتريك. او يا رونالدو يا هاتريك، هاتريك في الربع على البايرن، هاتريك في السيمي فاينال على فريق الجار، والان قريب من هاتريك في الفينال قدام شكون؟ قدام اليوفي، اقوى دفاع في اوروبا. والكره تتكلم رونالدو، والتدريب يتكلم زيدان، وكروس البنزيما، بنزيما حط كرة، بنزيما ومارسيلو، كرة عالية، كرة عالية من البرازيلي مارسيلو. هذه الكرة الأخيرة، كريم بنزيما كان مطالب يلعب كرة مع إيسا. الكراك كريستيانو يرجع باش يكتب التاريخ، كرة من إيسكو، ربي يمشي فرانشيسكو إيسكو، يهرب إيسكو، يتعدى إيسكو، يعدي إيسكو، وبونوتشي وخطأ، فاول المدريد، فرصة للهاتريك، فرصة نشوفه ثلاثية. يا الفيش، يا الفيش، يا الفيش، لن يرجع اليوم في هذه المباراة. انتم شفتوا حتى في الشوط الثاني ولا شوطة على كيلو النباس، اليوفي استنزف كل قوته في الشوط الاول، اعطاه كل ما عنده طويله، كارفاخال يعرف كريستيانو رونالدو، رونالدو رونالدو رجع لسرعه العاده، يلعب الرابع، مش ممكن مش ممكن، الرابع كان قريب. ترجع كوره ألفيش، يلعب كوره خطيره، ومش ممكن، كاد يكون، كاد يكون الهدف الثاني من ساندرو، كاد ساندرو يسجل الهدف الثاني ويفتح معركه. كور اكتسح الريال الشوط الثاني نتيجة وأداء، كرة تمشي بالتماس من القائد راموس، كانت لقطة زايدة، لقطة زايدة، وانذار الكوادرادو. انظر الجماهير الإسبانية، هنا كرة للثنائي ألفيش والحارس، فماش ضربة جزاء، لعب الكورة ولعب على الكورة ومشي، ويدخل الفارو موراتا بديل لكروس. خطأ للريال مدريد، سيحاول كريستيانو في آخر دقيقة، في آخر كورة، الهاتريك التاريخي في الفاينل. إسبانيا ورونالدو يضرب كورة في الجدار، ثلاثة مرات مدريدية ومرة كتالونية في الأربع سنين المتتاليات. شوف مارسيلو واللياقة البدنية، المهارة والرباعية، الرباعية، الرباعية، أسينسيو، أسينسيو في الأسانسير، يصعد لبيتر، يطلع المصعد ويصعد بالريال إلى سكور تاريخي. فانتاستيكو مدريد، أون جراندي مدريد، الريال الشوط الثاني على
رهيب ومثير وجميل، مبدع وممتع في ليلة الموانسة أربعة، في ليلة الإبداع رباعية. أسينسيو ياخذ نصيبه، أي وداعية يا بوفون. ثلاثة أهداف قبلها اليوفي في 12 مباراة، اليوم في 90 دقيقة دفاع اليوفي فجره مدريد بأربعة أهداف، 4-1. مباراة النسيان، ضربة كريستيانو. شوف القوة في الروح، القوة في المهارة، القوة في الإصرار. الموسم القادم في نهائي كييف 4-1. مبروك للريال التاج، مبروك لكريستيانو التتويج، مبروك لزيدان الامتياز، مبروك للجمهور المدريدي في كل مكان. الكاس 12، النجمة 11، وتقديم الوقت الأوروبي بالضبط، يرفعها بالضبط سيرخيو راموس بعالم الأندلس، بعالم أندلسي وبقلب الإسباني.